انا عايز افضل ابن سيد. تقولوا عليا ابن حرام، تقولوا عليا ابن كلاب، عاوز سيد، مش عايز غيره. يا واد يا واد، ده بيجري على حق ورثك. انا مش عايز ورث ارض ولا قصر ولا هام ازرق. انا مبسوط بطبلتي. شوفي في اجمل من كده؟ الارض ولا القصر هيخلوني احس زي الصوابع دي ما تخليني احس. كانوا عايزين يقتلوها ليه؟ اللي ضربني بالنار ده اللي خلاص يا اخويا، عليك وعلى المحافظه، روح واشتكي، قول لهم انا اللي الاخوان كانوا عاوزين يموتوني، انا اللي الاخوان كانوا عاوزين يموتوني. الله، ايه الحكايه يا بنت؟ ما تزال عفيت اهو. بس سيد، فديت ولدك يا اخويا. ليه؟ عارف يا شيخ؟ اهلا بيك، وحشاني. الصغيره كل مدى عماله تطلع. امال ايه اللي مكتوب في الجدار ده يا ابني؟ افتكر يا رب، ده اللي ضربني من النار داني باسمي، لا اخواني ولا غيري. ده كل اللي مكتوب ده عليا ولا عبروني. تعالى يا ابني تعالى. التلاتة دول واحد منهم أبوه، وده نانو، وده ابن الأكابر. تسلم، شوفي حميه ازاي. واحد من دول هو اللي ضربه بالرصاص. مش الإخوان؟ إخوان؟ أنت عبيطة يا بت. التلاتة واحد منهم هيضيع في الخلا. خلا إيه يا بت؟ اسكتي اسكتي، ما انت صغيره. والتاني مغيمه عليه سحابه. والنبي انت مجنونه. اما التالت هو اللي ضرب. عارفين اطلعه من وسط مية. طب هو مين يا عجوزه؟ مش عارفه. احكي
احكي لك حكايه ولا اغني لك؟ حكيت لي مره جدتي حدوته حلوه عشان انام، حكيتها انا لمخدتي ونمت جتني في المنام. كانت حكاية لها العجب، لكن نسيت نهايتها ايه، فجبت سلم من خشب وطلعت للحواديت عليه، وعملت رجليا عشان امشي لفوق ولتحت ابص ألقى قصور ملك الزمان، عقلة صباع أو حتى نص. وقفت على الشبابيك وطل أقرا حكايات ملهاش عدد، شفت البنات ياسمين وفل ملقتش زي حبيبتي حد. حصان خشب لكن حصان بياخدني للاستظرفه، ودهنت وشي ألف لون علشان محدش يعرفه، وعشان يا روحي يا صفا لما تشوفيني تضحكي وتروحي في النوم يا صفا على كتفي وانت بتضحكي. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حاج. عم خميس، هو الحاج زعلان مني ولا ايه؟ انا غبت والله، كنت عيان. وانت مين؟ انا ادم. ادم؟ ادم مين؟ بقول لك ايه؟ الحاج مش زعلان مني. الحاج اصلا ما يعرفكش. ما يعرفنيش ازاي؟ انا كنت بشتغل زي الرجاله دول. انا اللي جيت من طرف الاستاذ ابو حنطور. ابو حنطور؟ ابو حنطور مين؟ بقول لك ايه، احنا ما نعرفش حد بالاسم ده، ولا الحاج ليه صله بيه اساسه كمان. ما تعرفوش الاستاذ ابو حنطور؟ بقول لك ايه، اتكل على الله، ما توديش الحاج في داهيه. الحاج اللي انت شايفه ده فاتح بيوت ناس كتير قوي، عشان خاطر انا ومصلحتك ما تجيش هنا تاني. ادم ما تزعلش يا ابني، الظرف ده هديه من الحاج داوود. قول للحاج انا مش شحات، انا بعرف اقرا واكتب، كان فاضل لي سنه وابقى خوج عن خمس. مساء الخير يا عم ابو سيف. زفير ولا كستور ولا عبد لفني؟ رايحك سفير ايه وكستور ايه؟ يبقى عضة لفندي. انت مش فاكرني عم ابو سن؟ انا ابقى ابن عبد العزيز صاحب الاستاذ ابو حنطور، ينالك ياما، كنا بنقعد مع الاستاذ عليش. يا نهار اسود، انت جاي ترمي بالك علينا؟ انا معرفش حد من الناس دي. روح يا ابني خلينا نشوفك في عشتك.
وانت كمان ما تعرفنيش يا زواوي. بشد عليك. ايدي في ايدك كده يا خواجه الاول عشان ربنا يبارك. وكمان نقرا الفاتحه عشان ربنا يبارك اكتر. زي بعده. اعرفي يا ام دي. انا بعرف اقرا واكتب يا خواجه. ايه بوغرافسه؟ ايه بوغرافسه دي يا خواجه؟ انت يا بنت مسعود. ايه بوغرافسه فري؟ عمدي مش هم اقرا الاول يا خواجه؟ دي انت يا ريتي تشيليون مرة. دي هاد بي وسرة المكانتا. ورا دي بتقول ان انت وريدي لي 75% من الايراد على بنك يونان. دي ورا بتقول اذا انا لقيت بعد 5 سنين بند خرونيا كله يرجع لي. ودي ورقة بتقول انك واخد مني دول. ودول يعني ما رجعتش بعد 10 سنين يبقى ملكش حاجة عندي يا خواجة. امضي يا خواجة امضي. يا بنت مسعود وانت مالك؟ مش هقول. انت هبله يا بنت. انت رايحه لجوزك وانا جاي اديلي كمانه تديها له وتقولي له خف عن ادم. خدي وخلي بالك الراجل المخبر اللي هناك ده هيوصلك لغايه مصر. وفيها ايه دي؟ احنا بتكون مصيبه وحب خالي. ما يلزمنيش انك تعرف. وخلي بالك لما توصلي مصر في شيال هتلاقيه نايم على باب المحطة من ناحية البوابة. زقيه برجلك 3 زقات وسلميله نفسك. هو اللي هيوصلك لمحطة. عم عبد البر تعالى مالك؟ هيقولوا اللي مراقبها مصاحبك؟ لا لا مؤاخذه اصل هي ديك اوامر انا بنفذها. اوامر مين؟ دول هم وما يعرفوش انا بنت مين ولا ايه؟ بنت مسعود اللي خرب بيت الناس. اخرس اسمه الحاج مسعود. حاج؟ كان حاج ام؟ لا اله الا الله. امال ايه اللي معاكي ليه؟ امال انت الحلب وحنطور فيه؟ اقول لك وانا متطمنه بعد ما رشيتك في الكحل. شفتيني؟
صندوقك اهو، انا ما خدتش منك حاجه وانا نازل اول محطه. الله يخرب بيتك يا مسعود، مخلف شياطين. معايا يا ابو حنطور بيجي هنا. والنبي يا اختي ما اعرف، العلمة زبيدة هي اللي تعرف كل اللي داخل واللي خارج. انما انت عرفتيني ازاي؟ باين عليكي من دمنهور. ايوه يا اختي، انا مراتي سيد. سيد مين؟ سيد ابن الاكاب. ما تعرفيش؟ انت عدة. وهفضل عدته وخدمته لغاية بس. الا قولي لي يا بنت ازاي؟ وحشني قوي. عارفه يا بنت اللي انت اسمك الاول يسرية. عارفه يا يسرية، انا عرفت رجاله ايه، الابيض والاسود، القصير والطويل، الفلاح والعرباوي، بس ما لقيتش زي ابن الأكاب. راجل حقيقي، ابن أكاب، شيخ عرب، حنين،
بس لما يغضب يا لهوي يا لهوي. لكن يروق قد ما يفوق. عارفة احنا عدة بس مش مخلينا نحس اننا عدة، لدرجة اننا ساعات نسأل نفسينا يا ترى احنا اللي عدة له ولا هو اللي عدة لينا. فتح ليك ابو حصير. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت سبت المولد هناك وجيت المولد هنا؟ ما انت عارف يا شيخ اخنوك، اللي هناك جم هنا واللي هنا بكره يروحوا هناك وبعدين يجوا هنا تاني. اجتماع بعد ساعة إن شاء الله. متنساش تجيب الأوراق معاك، ها؟ خلوا الاجتماع بعدين. بكرة بقى، بكرة بإذن الله. بخ انت كمان. مستقر فيض البركات على ما انا له اولى وفني بحمد الموارد سائغه هنيه ملتقيا من الشكر الجميل. ايه ده؟ هو في ايه يعني؟ السبات غالي وقطيطه حتوج علشان الفراخ ما بقتش تيجي الا بالسبات. ولا ايه اللي خلى ادم يقوم يمشي؟ هي الدنيا سايبه حد من غير مصايب؟ ايه شوات في عملها معانا؟ انتوا ظالمين الشوات في ده، حتى قطيطه بتقول انه هو اللي خلى السبات. هو مفيش حد يعرف ياخد منك معلومه ابدا يا شيخ كده. يا ابني انت باين عليك غلبان. لا غلبان ولا حاجه، انا بس عاوز افهم. صاحب المحلق يقول لي معرفكش وانت تقول لي معرفكش، حتى الخواجه صاحب اللوكام ده. يا سيدي كلنا عارفينك، بس محدش مستعد يقضي بقية حياته في المعتقل. هو انت داري اللي بيحصل في الدنيا؟ بس انا ما عملتش حاجة. مش بقولك انت لسه صغير وغلبان؟ شوف يا ابني، انا بطلع تلات وجمعة سوق برا البلد. بقولك ما تيجي تشتغل معايا، اهو منك تاخد قرشين تساعد نفسك ومحدش هيشوفك معايا. قلت ايه؟ هقول ايه؟ انا عليا الشواد في اجرة الاوضة 30 يوم في نص فرنك. لا لما اشتغل. ما هو انت هتشتغل معايا. معاك؟ انت يا ابني لسه زعلان مني؟ في حاجه اسمها تقيه، احنا بنعملها والشرع محللها. ربنا الاعلى. فوتك بعافيه. مالها ده منهور يا ابو عادل؟
هي اللي رفضتك من معهدك؟ هي اللي سكنتك في الوكالة؟ الوكالة واللي في الوكالة والشوادفي هم اللي خربين دمار، وانت كمان. انا خربت دمار؟ هتخربها. انا شايفك، شايفك رايح على فين. هتبقى ديب كبير قوي وهتكدب كتير. يا عالكدب اللي هتزوقه والشعر اللي هتكتبه والمواويل اللي هتقولها، كدب كدب كدب. قول لك يا دميالة. ها قول بس كلام عدل. هو في عدل بالجواز يا بنت؟ اعمل بيك ايه في الجواز؟ شفت بقى مخك راح للصعب ازاي؟ انا ما احبش ابقى عده لحد. ليه؟ على راسك ريشه؟ احب ابقى مستقله. مستقله؟ اه. يعني ايه الاستقلال التام او الموت ده اللي بيقولوا عليه؟ اسمه ايه ده؟ الزقام. يعني ايه؟ يعني ايه؟ عيوني انت الخسرانه. عملت يا ادم؟ اديني بدور. تدور تدور يا اخويا، ولا عايز يشتغل يدور على الشغل؟ انا من ساعه ما شفتك وانا بقول الواد ده عبيط. اما اللي عاوز يشتغل بيعمل ايه يا شاطر؟ اللي عايز يشتغل يا اخويا يخلق الشغل بنفسه. ايوه وديك شايف اللي فندو هزو بيشتغل مع سندس وبيشتغل مع وداد، حتى نسوان سيد بتشتغل. بيشتغل ايه؟ عدة. انا ابقى زي نسوان سيد يا شاطفي؟ ياد ما تفهمش كلامي بالمقلوب. انا هشتغل مع القماش. مع القماش؟ تشتغل ايه بقى يا اخويا مع القماش؟ تشتغل دكان ولا هتشتغل مصنع قماش؟ هتشتغل عدة برضه يروح امك. سيبني في حالي يا شاطفي. عدة مش عاجبك؟ عدة انت فقري، تتعب وتشقى عشان ملاليم. فقري سيبه يا شاطفي، الواد مش ناقصك. بفهمه يا ابن الاكابر، بوعيه. الله، انما انت ايه اللي نزلك دلوقتي؟ مرات ابويا ماتت. ايه ده؟ انا لله وانا اليه راجعون، ربنا يغفر لها. بقول لك ايه؟ انا عايزك تحمي كل سكان الوكاله. الله، طب وليه بس البعزقه دي؟ هجيب لهم ميه منين؟ من البير. يا دي البير. خدي البسي دي احسن تاخدي برد. ايه ده؟ جلابيه بكم؟ جلابيه مين دي يا ابو حنطور؟ اشتريتها لك مخصوص، ما انا عارف انك جاي. بس انا عايزه قميص نوم. في واحده تنام جنب جوزها بجلابيه بكم؟ امال سابت ايه للايام السودا اللي كانت مقضيها في بيت ابوها؟ لما نبقى في شقه لوحدنا يا ستي مش هتلبسي غير قمصان نوم، انما دلوقتي حد يدخل حد يخبط
حد يعمل كبسه لازم نقابله رسمي. انا بحبك قوي يا ابو حنطور. حاسس ان ربنا بعتك هديه ليا، بيعوضني عن ايام الشقا اللي عشتها واللي لسه بعيشها. قول لي يا ابو حنطور، انت عملت ايه يا اخويا عشان الحكومه تجري وراك زي الرهوان كده؟ بدور على العدل. صعب قوي، هتغلب لغايه لما الناس تجننك. ابويا رخر كان زيك كده، كل ما يسرق الناس يقول هو ده عدل ربنا ومش مصدقين. كفر مصريه، يبدو اننا اتجوزنا غلط. انت مش لسه قايل اننا هديه من عند ربنا؟ لحقت ترجع في كلامك يا راجل انت؟ ما فيناش من عدل، انا بقول لك. اللي جابلك يخلي لك يا خنوخ، مره المولود قصير ومره المولود برجل الخشب. خلاص يا شواتفي، ده راجل قادر. القادر هو الله دميانة، هو اللي خلى عيسى يشفي الاعمى والمبارس، وهو القادر يهد الشواتفي. خلاص يبقى سيبني لربنا والنفسي وحل عنك. عمري ما هحل عنك، طول ما انت موجود هبقى فوق نفسك. ما تتصالحوا بقى يا خنوخ. اسكتي اسكتي يا قتلت القتلة، المسيح يتبرك منك. فكرك هتضحكي عليه عشان بتغني لماري جرجس؟ العذاب مستنيك، النار وقودها الناس والحجارة. انت مش فاهم حاجة، حتى الإشارات مش فاهمها. روح قول الكلام ده للناس بتوع الضمان النهور. احنا دلوقتي في الآخرة يا أخنوخ، النار هي اللي الناس الغلابة دي عايشة فيها، عايشينها دلوقتي، الفقر والعياء. دود عايش دلوقتي اخرته يا خنوخ. النار وقودها الناس والحجاره، اي الناس دي بقى اللي زيك واللي زي بتوع دمنهور، اللي بيدونا البرايز الصفيح ويبقوا قرفانين مننا ومن ريحه عرقنا. الحجاره هي الحيطان اللي هدمه، من الشاع اللي مليانه بق وبراغيث. انت مش فاهم حاجه، عمرك ما هتفهم. عارف ليه؟ عشان الغبا هو اللي معذبك. يا شيخي الأسمر يا ابن الدرعية، ناديتك تحضر تاخذ بيدي. يا شيخي الأسمر يا ابن الدرعية، ناديتك تحضر تاخذ بيدي. سلامة يا حاج. اطلع يا حاج، مسامحينك في سرقة البطاطس. مسامحينك يا حاج. انا بقى مش مسامح حد. اطلع
جنب ابويا، وزي ما وعدتك الكلاب مش هيمشوا في كنسة. بقول لك يا ابن الاكابر، هو الغنم ده كله مش هياكل؟ مش لما ندفنها الاول. روح شربه مع عصير قصب. على فكره انا عارف ان ده مش وقته، بس لازم تعرف العقد اللي كتبته المرحومه غير قانوني، لانها كانت على فراش المرض. على فراش يا اخويا؟ على فراش المرض. ما تتكلم يا سياده المستشار ولا تفضل ساكت. سيب المستشار في اللي هو فيه. اتفضل يا سياده اللواء، اشرب دي وادعي لي. وحدوه. تعالى يا مستمرك، فهمني بقى يا صالح، المرحومه كانت عيانه؟ مين قال؟ دي كانت زي الحصان، مره واحده طقت ماتت. يعني ايه طقت ماتت؟ دي بقى لها 6 اشهر على فراش المرض. انا الدكتور اللي كتب شهاده الوفاه، وهي طبيا طقت ماتت. يابا سيد، يابا سيد، انا لا عاوز ارض ولا عاوز قصر. ايه الكلام الفارغ ده يا نانو؟ القصر ده بتاعك، مش عايز اقفله، والارض كمان بتاعتي، مش عايز ارجعها للفلاحين، هم يرعوها ويزرعوها وريحها يبقى ليهم.